كابتن وليد، ازيك؟ عامل مشاكل ليه يا وليد؟ مساء الخير يا وليد، عامل مشاكل ليه؟ ازيك يا استاذ خيام؟ ازيك يا كابتن الكبير حبيبك يا كابتن؟ ازيك يا وليد، عامل ايه؟ وحشني. وانت كمان والله. اخبارك ايه يا نجم؟ شياكه يعني انتوا الاثنين. حبيبي يا وليد. طبعا الموضوع اللي بتتكلم فيه سهام طبعا مهم وانت هترد عليه، بس عايز يعني نتكلم فيه الاول ولا نتكلم عن النادي الاهلي؟ نتكلم عن المهم. لا طبعا عن النادي الاهلي. انا عايز اكلمك والمباراه بتاعت امبارح. عايز اكلمك يا وليد طبعا في جزئين، الجزء الفني للنادي الاهلي امبارح، وكمان على مستوى ما بعد المباراه، ردود الافعال على السوشيال ميديا ما بعد المباراه، وال يعني بما بين قوسين كده ما بحبش اقول الكلمه دي، لكن التحفيل للاسف على نادي هو بطل الدوري، التحفيل على نادي بيحقق ريكورد على مستوى النقط، على مستوى الاهداف، على جميع المستويات يعني. وكمان الحوارات والكلام اللي بيطلع من للاسف من بعض المنافسين، اللي هم لو بصوا حتى نفسهم هيلاقوا نفسهم يعني بيبصوا العالي قوي، يعني النظره بتبقى فوق قوي، ده في 20 سلمه، ده في 20 نقطه، فاهم؟ فعاملين بنظريه طبعا التباعد عشان الكورونا، فواخدنا كمان على مستوى الجدول الدوري. فتقول ايه على ماتش امبارح يا وليد؟ بص يا كابتن هاني، انا من وجهه نظري ان احنا طول عمرنا، طول تاريخ النادي الاهلي، هو الطبيعي ان الناس تتكلم عليك، والطبيعي ان الناس تحاول تكسر فيك، والطبيعي ان الناس تحاول تهاجمك. انت يعني احسن نادي في القرن، احسن نادي في 100 سنه، انت الاكثر تتويجا في العالم بالبطولات، رانكينج وحاجات يعني مش اي حد بيوصل لها. فطبيعي انا شايف ان احنا طول عمرنا السمه السائده عندنا ان هي الصمت، واحنا دايما بنقول ان الصمت لغه العظماء. يعني انت مش محتاج ان انا اتكلم، لان انا شخصيا بشتغل. يعني انت النهارده لما بتقول مثلا النادي الاهلي اتعادل امبارح، ولا النادي الاهلي مثلا بيكسب بالتحكيم، وفي الاخر انت بطل الدوري وقبليها بكذا اسبوع، فخلاص مش محتاج. يعني انت دايما عملك اللي يرد مش انت. يعني انا مقتنع شخصيا بالمقوله دي. ده حقيقي، وده اللي شغال على فكره النادي الاهلي، بس انا بتكلم على النقطه اللي هو الموضوع بقى يعني بقى اوفر قوي، والموضوع بقى ان هو كمان يعني كل واحد يبص لنفسه ويبص هو فين. يعني انا لما ابص لنفسي واشوف انا فين، يعني اشتغل على نفسي واشتغل عندي مشاكل كذا وعندي حلول كذا لازم اشتغل عليها، لكن ما ابصش لحد ناجح واقول لا ده انا لازم افشله عشان يبقى زيي. هي دي بس النقطه اللي دايما بتكلم عليها وليد، ان احنا دايما بنبص للناجح ان هو لا انت ناجح ليه، انت متقدم ليه، ده انا لازم اعمل واطلع على السوشيال ميديا حاجات، عشان للاسف الناجح دوت يبدا يبص لتحت ويبدا يتعامل بطريقتك، وبالتالي انت بتنزله او هو بينزل نفسه لمستواك. يعني دي النقطه اللي بتكلم عليها يا وليد. علشان انت حاسبها كابتن هاني زي ايام زمان، ان الناس اللي بتنقد تكون بتنقد باحترافيه، وغضب سهام دلوقتي عشان هي فاكره ان اللي سارق الاكونت او ان اللي عامل اكونت فيه ما نعرفوش عشان يسرقوا. ده انا مش عندي ولا احب ان انا يعني انتشر بالطريقه دي، او اثير يعني حافظه الناس او ردود افعالهم بالطريقه دي. ما اعرفش اعمل كده، مش شخصيتي. بس انا في الجزئيه دي يا سهام عايز اقول حاجه بس، ان هي دلوقتي ده بقى الناس بتعتبرها انه اكل عيش، انه خلاص هو بقى ياخد فلوس او بيسترزق من ورا الجزئيه دي. فبقى الموضوع، خدي بالك، يعني انا بقى لازم عايز اتكلم في الموضوع ده الاول قبل ما لو هنتكلم على الحاله الفنيه. انا طبعا الاكونت بتاعي اللي على تويتر ده فيك برضو، انا عارف. ما عنديش اكونت اصلا على تويتر خالص، بس هي الفكره. ولقيت الكابتن ناس كتير بتكلمني، يعني الكابتن تقريبا كابتن خالد جلال، وتقريبا كابتن كذا حد بيكلمني، وانا انت بتتكلم على اداره الاسماعيلي واداره مش عارف ايه. بس هي الفكره في ايه؟ ان الناس دي خلاص بقى ده رزق بالنسبه لهم. على فكره اللي عامل الاكونت يا كابتن هاني عامل للكابتن سيد عبد الحفيظ. لا ما هو بياخد مش عامل للكابتن هاني رمزي. لا ثواني بقى، الحمد لله انا بعيد عن القصه دي. الحمد لله مش عاملين للكابتن هاني رمزي، صح؟ انا شفته عامل للكابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن حسام حسن، لاحظت ان هي بنفس المسمى.
فقلت يعني متآمر واهبل كمان. دي حقيقة، دي حقيقة. فالموضوع ده انا عايزكم تهدوا نفسكم، وخصوصا انت يعني كابتن وليد، انا مش متضايقه، انا بس ما يعنيني الناس اللي ما تعرفش سهام صالح، او اللي اول مره اشوفها على قناه النادي الاهلي، او ما تعرفش عنها كتير، هم دول يهموني. انا النهارده وليا الفخر على فكره ان انا قلتها قبل كده، ان انا اكون منتميه لمؤسسه عريقه كبيره اسمها مؤسسه قناه النادي الاهلي او النادي الاهلي. فانا في ناس كتيره جدا بقت يعني الحمد لله رب العالمين بتشوفني، وناس كتير قوي عارفاني. خلي بالك يا سهام، خلي بالك، يعني زي ما انت بتقولي انت بتشتغلي في كيان كبير جدا طبعا، ودايما الكيان ده زي ما وليد بيقول، الكيان ده مش يعني في ناس تانية هتقول لك لا ده انا لا، ما هو انت لو مش كبيره في مكان كبير اعتقد الكلام ده ما كانش بما موجود. مع احترامي حضرتك كنت موجوده حتى في الام بي سي، قناه محترمه كل حاجه، لكن دلوقتي انت موجوده في 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 قوي في قناه بيرصدها طبعا. مع احترامي طبعا للقناه اللي كنت بشتغل فيها. بس امال لو اشتغلت مدرب بقى ولا اشتغلت؟ لا لا يا عمي لا، ده قصه ده قصه ثانيه. قول لنا بقى وليد، قول لنا الحاله الفنيه للنادي الاهلي انت شفتها ازاي؟ اكيد كان في قلق شويه من الحاله الفنيه، لكن خلينا نسمع منك رؤيتك الفنيه لمباراه امبارح. خليني اقول لك ان يعني مباراه في وسط المباريات، مستر فايلر قال في المؤتمر الصحفي ان احنا بنلعب فريق كبير، وان دايما المباريات يا جماعه ما بتتاخدش من فريق واحد. صحيح. لازم كمان يبقى ليك نظره للفريق الاخر، يعني دايما المباراه بتتلعب بين فريقين. مظبوط. وهو قال قبل كده ان انتوا لو عايزين تلعبوا مباراه من فريق واحد او مباراه يبقى فيها مكسب على طول، العبوا بلاي ستيشن. ممكن في البلاي ستيشن تقدر تلعب بقى كل المباريات وتلعب بالفريق اللي انت عايزه وتكسب بيه على طول. امبارح مباراه كبيره، مباراه الاهلي والاتحاد. الاهلي ما كانش كويس امبارح، عدد كبير من افراد الفريق ما كانوش في مستواهم المعتاد. اشتغلنا على جزئيه واحده بس، هي الكرات الطوليه، ودي ما مش كره النادي الاهلي يعني. يعني انا ما عنديش مشكله ان انا العب كرات طوليه، بس ابقى يعني محضر لها احسن من كده. لكن فكره وجود راسين حربه دي ما فيهاش حاجه، باجي مهاجم طويل وبيلعب العاب الهواء بشكل كويس قوي، مروان بياخد من تحتيه بشكل رائع. لكن امبارح كنت تحس كده ان في شويه بعد عن المستوى، مش ده مروان، مش ده باجي، حتى احمد الشيخ برضو يعني بعيد شويه. الفرقه امبارح كانت بعيد، ممكن يكون حاله مثلا عايز اخلص الدوري، عايز اكسب حتى اي مكسب بحيث ان انا اتوج بالدوري. انا شايف ان يعني الحمد لله خلاص بنسبه تتعدى 99% الاهلي بطل الدوري، فاللعيبه تلعب باعصاب اهدى من كده. طب اخر سؤال يا وليد، معلش اخر سؤال برضو فني شويه، تفضل 4-4-2 عن 4-2-3-1، ولا يعني انا بحس ان عدله النادي الاهلي في 4-2-3-1 ممكن يكون بعض الغيابات كانت بتاثر انه عايز يجرب راسين حربه، لكن انت كوليد تفضل ان عدله الملعب زي ما بنقول تكون هي 4-2-3-1؟ انا دايما كابتن هاني مقتنع بان المدير الفني بيلعب بالطريقه اللي عنده احسن ورق ليها. 4-2-3-1 بنلعبها بشكل كويس قوي، انا ما عنديش مشكله في الطريقه، عندي مشكله في ان الطريقه اللي اختارها لازم اكون الفرقه حافظاها. يعني انا لعبت 4-3-3 مثلا في مباراه الزمالك، بس انا شايف ان ما كانش الثلاثه بتوع نص الملعب، وما اعرفش توافقني ولا لا، انا معاك مرتبين شغلهم كويس، يعني السوليه وحمدي فتحي وديانج. انا ما عنديش مشكله في الطريقه، العب 4-4. هي بس هي انت عارف يا وليد، بتبقى انت حافظ مكانك بشكل كويس، العدله نفسها بتفرق بالنسبه لك، يعني دي كمان بتفرق على امكانيات. طبعا انت بتلعب على امكانيات لاعبتك بشكل كبير طبعا. مع يعني بنشكرك يا وليد جدا جدا على وجودك معانا، وان شاء الله يعني كده ناجل المباركه على الدوري ان شاء الله للمباراه اللي جايه امام مصر المقاصه ان شاء الله باذن الله. شكرا ليك كابتن وليد.